بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا جعفر محمد ابن علي البر التقي الإمام الوفي السلام عليك أيها الرضي الزكي السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا نجي الله السلام عليك يا سفير الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا ثناء الله السلام عليك يا كلمة الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك أيها النور الساطع السلام عليك أيها البدر الطالع السلام عليك أيها الطيب من الطيبين السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين السلام عليك أيها الآية العظمى السلام عليك أيها الحجة الكبرى السلام عليك أيها المطهر من الزلات السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف السلام عليك يا عمود الدين أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة
والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار.